هاد اليوم خرج الطالب العالمي بصراحة كيوصف فيه المغاربة بالمراض حين دايرين حملة ديكاج أخنوش. شنو غنضامنو معاهم؟ هادو مساكن اللي مراضين اللي دايرين هاد الحملة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هو ندعيو معاهم الله يشافيهم. الله يشافيهم. في آخر المطاف كيبقاو مغاربة خوتنا. قبل ما نخليو المغاربة يتهلاو فيه، أجي نشوفو شكون هو الطالب العالمي. رجعوا غير شي شهور قلال، غلقاو بن كيران كيسولو على واحد الشيكات بدون رصيد. خلصتي بعدا الديون اللي كانوا عليك ولا مازال؟ الشيكات بدون رصيد انت عيب عيب تكون في السياسه ديال المغرب. طبعا القصه ديال الشيكات بن كيران ما قالهاش، واجي نقول لكم شنو طرا. القصه هي ان الطالب العالمي ملي كان نائب رئيس جماعه تطوان خرج ثلاثه ديال الشيكات بقيمه 20 مليون سنتيم في شي تخربيقه اللي كانت بينه وبين واحد السيد. هاد الضحيه ديال العالمي ملي عرف انه تنصب عليه والشيكات ما فيهمش رصيد، مشى حط الشيكات وتحكم على الطالب العالمي بالحبس موقوف التنفيذ وغرامه. واش هادي اخر فضيحه ديال الطالب العالمي؟ طبعا لا، هاد السيد حكمت عليه المحكمه بغرامه ديال 1,300,000,000 بعد ما اتضح انه عنده معمل ديال النسيج من 1991 ومخدم 100 عامل في هذا المعمل السري وما مديكلاريش بهم. وفوق من هادشي ما مخلص حتى ريال ديال الضرائب للسلطات. ومن غير هادشي السيد غارق في الفضايح، ومنهم واحد تقرير كحل ديال الماليه على الوقيته اللي دوز في وزاره الشباب والرياضه. الا جيت نقول لكم كلشي غادي نبقاو هنايا ساعات وساعات. عرفتي اش ديروا باش نساليو هاد السيد اللي غارق في الفضايح وخصو يكون كيتحاسب؟ ناض وقلب لي المغاربه مراد لحقاش كيهضروا على حقهم. هو نفس الشخص اللي كان كيقول شي تخربيق قبل الانتخابات غير باش يصوتوا عليهم المغاربه. عرفتي اش ديروا؟ نخليكم تسمعوا شنو قال وقولوا لنا حتى نتوما بحال هاد النوع هذا شنو خصو يدار. الشباب المواطن كل ما كيبقاش يثق حنا كنقولوا له غنعطيك 2500 درهم زياده، 1000 درهم في التقاعد، 300 درهم كذا محسوبه، الا ما قبضتهاش من هنا 2026 يجري علينا بالشهر.